بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله كتوفيق مجير سبحانه وتعالى. درس زيتو سلسلة زنكينينرو ترفوي أخلاقي نجيمة أخلاقي سورة يمتم صلى الله عليه وسلم هديرو مونفو تبيأي إتكون نجيمة هكما درجة نثواب زايو باتو درجة الصائم القائم نكما مونفو نخفونغو كل مونتي na kila masiku na mabudu ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala na amalize huo nzito siku ya kiyama ile ya mizani insha Allah shitakurangala hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam itukiro wasia tatu na moyo katika wasia hizo tatu ni tabia njema chadire darsi hizi za tabia njema ni silsila stakinendo insha Allah kaksa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam هديل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق مي حقيقا فمي لنا مجير سبحانه وتعالى اختميزة كسلوحشة كسفن النظام كسدقشة طبيعا جيمة زوانا دمو كزن رئيلو كزي حقيقشة وانفو معاملة ياو ونكعينشة جس السورة نا وينزواو نعم ناية مجير سبحانه وتعالى دي مفنيزو Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabi'ai kuwa ni sura ya ajabu mpaka katika Qur'ani hadithi wa innaka la'ala khuluqin adhim uko ilu zaidi daraja ilu zaidi uko tarafu ya tabia njema insha Allah leo tutakuangalia hadithi wasia tatu za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuhado lamna gani ilaqa yitu wanadamu suluwa iko ilaqa lamna tatu يقو علاقة بين يكوبي نموجو سبحانه وتعالى وسلواي علاقة بين يكوبي نفسيو وسلواي نعلاقة بين يكوبي نوانتو وانتو وابن كوشناو إنا بين نباني كاكو نمكيو نوانو إنا بين جيرانيو إنا بين أهليو إنا بين إسلامو أمو شكوا وإسلامو اشتكوا عنشاي ناو كتبي عنجيما ثم محمد صلى الله عليه وسلم مجير سبحانه وتعالى هديه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كم ثم صلى الله عليه وسلم من فان بورا كبسا فان بسورة ومونتر كوينكم راشا نكم ما تشيرورو ديتش مراشا ثم صلى الله عليه وسلم هذا حديثي لبوكيلنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه نكو هدا كوامتوم محمد صلى الله عليه وسلم كرك وصية إذ تترو هديرة يكانرا وصية يكانرا متوم صلى الله عليه وسلم نكو هدا اتق الله حيث ما كنت متي مجيت سبحانه وتعالى مهل لا بتقواكو تيواوي أكوه بيكي متي مجيت سبحانه وتعالى نخونا تيواوي أكونا وانترو متي مجيت سبحانه وتعالى نخونا Chiwawe ukontia wa islamu, mtie mujitu subhana ta'ala na kuona. Chiwawe ukontia makafiri, mujitu na kuona. Chiwani wasku ni weru na kuona. Na ichiwani minza na kutusha taku na kuono. Mujitu subhana wa ta'ala na kuona. Ha? Allah subhana ta'ala ya'alamu sirra wa akhfa. Mujitu subhana ta'ala. Hadile wa asirru qawlakum awijharu bihi. Innahu alimun bidhati sudur. Fanya ni kasiri, kathahiri. مجير سبحانه وتعالى زخر ششيرو نكرك قلبي زيتو تاسا حتى تشكفانيا كواسي جينا كده خفانيا منزل تياري مجير سبحانه وتعالى نا ايوه وخادرك مشا الله سبحانه وتعالى ديوم كرمي صلى الله عليه وسلم نقول اتق الله حيث ما كنت ايو اندو علاقة بين موجو سبحانه وتعالى مبتية موجو مهلا بتقواكو نخفانيا معاملة نوانتو مبتية مجير سبحانه وتعالى وين مكيو مبتي مجيت سبحانه وتعالى وين وانا وصفاني ظلم مبتي مجيت سبحانه وتعالى وين جيراني زو وين وشكوى اسلامه مبتي مجيت سبحانه وتعالى تقوى الله
تقوى الله ديو زواد دي سورة زمونتو هو تقولو كندانازو سهي سورة يمونتو كندانازو أخيرا نتقوى الله وتزودوا تقراني زوادي دنياني نمونتو محل يختم ها الدنيا مزرع الآخرة نشام بالآخرة ثم أبا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى زوادي بورا سهي سورة يمون تختكرو كندوكونا يو أبا دنياني نتقوى الله نكم تيموجيت سبحانه وتعالى تقوى الله سيدنا علي الدين لنيو خوف من الجليل كم تيموجيت سبحانه وتعالى سأزد والعمل بالتنزيل كراش قرآني جواب زنا فرمو كراشا زنا قريبو قربت منازو والرضا بالقليل habu moyi za mujitu kupero pesa moyaita kupo ridhika nayo simereka haramu simereka riba simereka khiana simereka dhulmu zote takenda nazo mzigo oyo mbele za mujitu subhanahu wa ta'ala wal isti'dadu li yawm arrahil mutu mu'mini ni uje mutu na kudarbisho ruhu yesku yaita kusimama mbele za mujitu subhanahu wa ta'ala iko siku shtakuondoka wote vitu iko siku wote itakuwa rachiko iko siku takuwa umot katika kabri we peke na amalio yo peke alqabru sanduqu alamal ni mahala ya amali yo peke pesa zikhifi wana wakhifi jaha ya waliko kama ni presidente kama ni prime minister ni deputato ni yawe takuwa waliko haikhifi isma chintu lakini amalizo njema akhlaqizo sura تقوى الله صلى صوم زكى صدقه قراني ذكري اذن ذو تقواها وهلي قبري نكاكم نعم تقوى الله وحسن الخلق نتم صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت تقوى مجير سبحانه وتعالى افرميل كرك قراني وفرميل امتي وامبلي منزله مجير سبحانه وتعالى هديله ولله ما في السماوات وما في الارض شيقينا الشيوا وكل شيء تشي مكركان تسبز نكوزي مسبز اذا مجيت سبحانه وتعالى واش يشيرني وقتي تقولين را اشكم وقتي وتكون ركا ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب جوسيز حقيقه جوسيز اوجي بلاتشو قبل يتو من قبلكم جيتوا اوجي وايلو امه وايلو قبل ينو واياكم نانيتش لكن وسجسا وجو سيزو نكيتش وساني مجيت سبحانه وتعالى نكوهدا ان اتقوا الله متيني مجيت سبحانه وتعالى نتقوا تشيزي نمتيني مجيت سبحانه وتعالى ايون ديو علاقه يا وين موجي سبحانه وتعالى سازوتي متيني مجيت سبحانه وتعالى لكن تقونا مع الاسف الشديد madamu humtia madamu menziwe kuliko kumtia mujitu subhanahu wa ta'ala mara takkaranta na rero ma social media ma sky na manini ufuhshi wasakha uyele karka nubazitu fungura mifilme miwufu karka simu yamo karka mi laptop yamo karka mi iPad yamo karka mi TV yamo mara tamkuta mtu mzima tanamtia mujitu subhanahu wa ta'ala na takkaranta na kulangala mijawabu kama aya mato aya ni neema za mujitu subhanahu wa ta'ala pela kumridhisha mujitu subhanahu wa ta'ala kulangalila qur'ani kenda kumerla riziki za halali kenda kutumira kenda miskitini kenda kufanyiliza jabu za khairi lakini nakhtara na kutumiraji sambovu ndio sha'ir hadile wa idha khalauta biribatin fi dhulmatin chiwabe ukuwipike na kuona takuba na kuono umukarkasha kandangale silangale nimiza takuna kumbono kila chintu mipike niko ashize mijabu miovu na kila chintu wa nafsu da'iyatun ila tughyani nafsi yako inahamura kwa ayo kufanya mauvu machafu kugudbata mipaka ha? Hadire fastahi basi jera min nadhari ilahi wa kullaha jira kwa mujitu subhanahu wa ta'ala na kurangala wa kulla haya ambile nafsi yako iyo inna alladhi khalaqa dhalama yarani hakika mujitu uje unziru minza na kumbona jira rero kwa awe na kukaranta kurangala mijabu miovu na kufanya mijabu miovu Allahu subhanahu wa ta'ala na kuona mara humkina kuwa ni akhiri ya lahadhati ya umriwo
kuhave umri uchimaliza jisiyo ni khatima gani Petro takenda kufufuliwa mbele za Mujitu Subhanahu wa Ta'ala jisawi filo kama awe na kuangalia mjambo mwovu chimtie Mujitu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio ilaqa ya hiyo hadithi ya Muadh ibn Jabal zigawali sat wasia wakanda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuada ittaqillaha haythu ma kunt tie Mujitu Subhanahu wa Ta'ala mahala utakuwa uko chiwa kuepeke bana watu mtii Mujitu Subhanahu wa Ta'ala simdarawe Mujitu Subhanahu wa Ta'ala kwa watu wachimbona ni ebu mimi nitakuebata na kila kitu nakhtia lakini Mujitu Subhanahu wa Ta'ala chinrangala chimbona Mujitu Subhanahu wa Ta'ala khadira matu ayo kapapo Mujitu kietara wa khadira khutira adabu siku ya kiyama utakuwa adhiba ya khadira Mujitu Subhanahu wa Ta'ala basi mtii Mujitu Subhanahu wa Ta'ala. Ya pili hiyo ni ilaqa baina yakuwi na mujo. Ya pili ni ilaqa baina yakuwi na nafsi yo. Na taku mtu ni maasum wae hafidhishile wae hafanyi madhambi na we ni shekhi, na we ni sharifu, na we ni waliyi mara yingine hushira hula wakakandila ya sawa huwa shirele shetani mshinzile na nafsi ya mshinzile fanyize amali haimridhishe Mujitu Subhanahu wa Ta'ala lakini Mujitu Subhanahu wa Ta'ala ujetunzilo ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir Mujitu Subhanahu wa Ta'ala na iwa kila chitu chiretelele dawa baada ya madamu kuwae lazile karkandile ya sawa anzize kufanya jawabu mbufu dawa nkuru ni khfakata ka Mujitu Subhanahu wa Ta'ala kuleta toba ka Mujitu Subhanahu wa Ta'ala Mtume sallallahu alayhi wa sallam na kwa da ilaka iwe bena ya kuwina nafsiyo wa atbi'i sayyata al-hasanata tamhuha jawabu mbovu chiwawe fanyize rashiriza amali njema hupangula izije mbovu chiwawe fanyize jawabu mbovu rashiriza istighfara na toba na kuyuta ka Mujitu Subhanahu wa Ta'ala Mujitu Subhanahu wa Ta'ala izije mbovu hupanguka fanya amali njema sala onroka tumura sadaka fanya izije Mujitu Subhanahu wa Ta'ala takhpangula kakhsa rahmai Mujitu Subhanahu wa Ta'ala alhasanatu biashri amthaliha fanya jawabu njema chimoka ikumi wasayiatu bimithliha karahmaze shifanya ziwovu chimoi kachimoi Subhanahu wa Ta'ala fanya njema kupangula izije ndio madamu chiwona ruhuye fanyize jabu mbovu husulo mkumbuka Mujitu kaimahima kwa ni shetani ndiye ni adui ha inna shetana lakum aduun Mujitu dhili hakika shetani ni aduwiinu. Fattakhidhuhu aduwa. Sifanyeni shpendo. Shetani. Ntomele wa wazele vitu. Jina wankula hitu adamu na hawa. Janani wa walimo. Fattakhidhuhu aduwa. Mfanyeni kwa eni aduwiinu. Mtahadhareni. Naam isa wa atbi'i sayyata alhasana tatamhuha. Ayo ni ilaka bena ya kuwena nafsiyo. Chivona ruhuyo. Lazile karkandila ya khairi. Maramo ifanyize jawabu mbovu kahima hima ruda ruda ka Mujitu Subhanahu wa Ta'ala rashiriza amali njema fanya chawe mathali fanyize mtu jawabu mbovu fanyize mema na kila kitu hupangula hizo ziovu na Mujitu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani sura Ali Imran aya 135 na kuhaja walladhina haqqan awaje idha fa'alu fahishatan washfanya mawuvu mawuvu yote ina wenizina inaweni jawabu mbovu isma jawabu mbovu hadire au dhalamu anfusahum amochi dhulma nafsi zao kakhfanya mawovu Mujitu Subhanahu wa Ta'ala hadire dhakaru Allah humkumbuka Mujitu Subhanahu wa Ta'ala hurudaka Mujitu Subhanahu wa Ta'ala fastaghfaru li dhunubihim husuzuka maghfira kama dhambi yao au ya ayo wafanyizo ya udhulma nafsi zao na mawasakha wa wafanyizo وهديري فاستغفروا لذنوبهم وسوزوك مغفرة كمجير سبحانه وتعالى نمجير سبحانه وتعالى لكشكوم بوشا هدي ومن يغفر الذنوب إلا الله ناني وكم ينجينه سامح مذنبي شكو مجير سبحانه وتعالى جيرو دكاكي هديري ولم يصروا على ما فعلوا هاوينين ريتوكو عايشي شيكو وفنيا وسخا تنقوية جهبان باكو كم مجانا باكو كم مزيمان ناكو رودة باروية ناكينين راتو ناكينين راتو ناكينين راتو ايما دمو متي مجيتو الموت يأتي بغتة موتي هو يكا غفلة حتى سكو مو يكلو يبالاني سافراني سكو فراني موتي ناكو خطارة بغتة ويوكو كارينتو نفنيا نوانتو تقاس سلفي جيري مسكين روديني هبومو لزاش خدارة افليلي ايه وكجسيتو مچروني افليله يوم كركاسره افليله هيسي دو وقت جاني تكون ركو يو
حسن الخاتمة وسلمون تقوينا كرومبا أخل خاتمة جيمة جساء أخبرتك أن روك الدنياني كزيمة هذه ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون حالي ونيوها وينين ريتو وينين ريتو وينين ريتو كركز يوفو وتشونا وفنيز يوفو ذكروا الله مكمو كمجير سبحانه وتعالى هرودك مجيتو هرومبا مغفرة نمجير سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين مجيتو وبيندا وجه رودك كي كتوبة وبيندا وانتو كما أو إيون علاقة يبيلي كرك وصية يبيلي يمتومي محمد صلى الله عليه وسلم نوصية يتاتو كرك حديث إيه تومي محمد صلى الله عليه وسلم ناكو هدا وخالق الناس بخلق حسن وانتو دنغمانا ناو عملتنا نوانتو نا وانتو كتبي أنجيما إيه الحديث كما إيه إنكي تونيزا حقي ya mujitu kitu ni kumtia na nafsi zitu ni kuasish kifanya maovu kurudaka mujitu na haki ya wanadamu iliitu ni kuasi akhlaqi zitu kwa ni sura limilzi litu kina kuhafidha kina kufanya na kina kuinsha kalamna ya mtume sallallahu alayhi wasallam kibarshizo khsamiha fanya kajili ya mujitu subhana ta'ala mutu na chatu kuije la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina يوما عبوسا قمطريرا ها نخفانيا كأجل يا مجيد سبحانه وتعالى وخالق الناس بخلق حسن عيش نوانتو كأخلاق جيما إيشيوان مكيو كالميليما تزم تاندا تزم خيزا تزم بيغا ها تيوا نيجيرانيو جيسيو سمخيزي كلميلو الوفو كإجي تيوان إسلام منزيو تيوان أهليو تي مجيت سبحانه وتعالى أويو واوين متاندو كيشو تختكو لجنازة وخوصاي دخبك قبريني خزترا أويو واوين مخيزو ندية تخوشو ميتيو خادر كشروهيو تخسيدو وكشوو نختو شروهيو كوتالينا وكبري ناني كمامي نموتو ضعيفو ما دمو نضعيفو تكون ركني كما تكواليكو تيمتي مجيت سبحانه وتعالى إذن دي زواصية تبتو زمتو من محمد صلى الله عليه وسلم نكش كومبوشو نكو هذا اتق الله حيث ما كنت تي مجيتو مهلا وتكواكو وأتبع السيئة الحسنة تمحوها نجاب مبوفو فرشيزة جابو سورة استخبانغولا رشيريزة وفنجز ووفو رشيريزة توبة يا مجيتو فن عمل جيمة اتخبانغولا يجم ووفو وخالق الناس بخلق حسن عيش نوانتو كأخلاق جيمة وانتو وانخوكمبو كيجيسا سورة مونتو ميما نمدايهو انروكو وانتو هم تمنو نمدايهو فو وانتو هم للو سيرومبلو وكوفا كوالو انتو نخرومبلا كوفا سيبه وانتو تخفراها مدايه تكو انروكو نما دمو ضعيفو كيشو تكنجا قبريني وانتو وانخرومبلا مجيتو لا تاريخي سورة كاكمبوكوا ndiyo madamu ukona kandika tarikh yoto itakhsomowa yawe takula tochi nume chiwawe liko chimfa shfanya chirahma chisawarata chisamiha zote izo sura kilmanjema watamini wada ni kiwa kilmanjema ni wahali na kilma mbovu ni dahari kilmanjema ni wahali chimpa mtu kilmanjema takuwa ni wahali wa utakhsaidana nawe takuisha nawe sa sura takila kitu lakini kilma mbovu chimpa mtu menziwo kilma mbovu inaweni mkeo inaweni jiraniyo inaweni mtu islamu kilma mbovu ni dahari haku rehmi haku saidi kakhsani kakhsalimilo lovu insha Allah mujirna shfanya mina alladhina yastamiuna alqawla فيتبعون أحسنه مجيتنا شفانيا وانتو متيو مجيت سبحانه وتعالى مجيتنا شفانيا وانتو وشفانيا ما ذنبه وفكته ردك مجيت سبحانه وتعالى مجيتنا شفانيا وانتو وتكو عيشونا وانتو كأخلق سورة اشتخكم بقوة جيسة سورة مجيتنا سامح ذنب زيتو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.